مشاهدينا، وللوقوف أكثر على موقف الميليشيات المتخبط حيال الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة السودان مع أمريكا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد صبري. مساء الخير. مساء النور. أهلا بكم. بعد عودة الوفد من واشنطن وأبرامه اتفاقا أمنيا يؤكد الوجود العسكري لأمريكا داخل العراق، التزمت الميليشيات الموالية لإيران الصمت إزاء هذا الاتفاق، بما تفسر صمتها؟ التفسير الواقعي الذي يشير إلى صمت هؤلاء من جراء الاتفاق الأمني أو محاولة تشكيل رؤية أمريكية جديدة على الأرض يشير إلى أن هذا الموقف مرتبك جدا، وبالتالي هذه الفصائل تريد أن تبقي على مسكها الأرض والسلطة في العراق من خلال أذرعها المنتشرة في الوزارات وأيضا في المؤسسات الأمنية. لذلك ارتأت هذه الفصائل الانتظار لحين جلاء الموقف، خصوصا وأن هذا التواجد ربما يثير قلق هؤلاء، ولكن بالأحوال كافة هذا الموقف يربك هذه الفصائل، وبالتالي تريد أن تتأكد من أن هذا الاتفاق لا يمس جوهر وجودها في العراق، خصوصا الحكومي وأيضا الشعبي. طيب، في ظل هذا الصمت، هل ما تسمى بفصائل الظل التي اعتمدتها الميليشيات الولائية يعني للتهرب من العقوبات والملاحقات الأمريكية، هل ستكون فصائل الظل هي القوى الضاربة في الأيام المقبلة؟ يعني أم أن القرار سيشمل الكل بالمهادنة ونسيان شعارات المقاومة والممانعة التي رفعوها طيلة الفترة الماضية؟ نعم، شعارات المقاومة والممانعة، العراقيون خبروا هذه التنسيقات، لأن الذي يجري على الأرض هناك تنسيق كامل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتواجد العسكري، ولكن هذه الميليشيات بالظل نفذت الكثير من الفعاليات المناوئة للوجود الأمريكي، وبالتالي أحرجت الحكومات العراقية في تعاطيها مع واشنطن، خصوصا وأن هناك الكثير من الوقفات في هذا المجال الذي أدى إلى إحراج هذه القوى التي تأتمر بأمر الحكومة العراقية. طيب، هنا أيضا في الوقت الذي يصرح فيه السوداني بأن العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية داخل العراق، دعا شركاء العملية السياسية إلى التعاون من أجل صياغة اتفاق مع التحالف الدولي، كيف تنظر إلى مثل هذا التناقض؟ هذا موقف متناقض، وبالتالي يعكس التخبط السياسي لدى السوداني في تعاطيه مع أزمة ووقائع مهمة يشهدها العراق، وهو في الوقت الذي يؤكد أن العراق ليس بحاجة إلى قوات قتالية من ما يسمى بالتحالف. نرى أن هناك قوى أخرى ترفض هذا الموجود، وبالتالي القوى العراقية المسلحة الحكومية غير قادرة على ضبط الحدود، وبالتالي تنفيذ ضربات جوية لأنها تفتقر إلى المرونة وتفتقر إلى الحسم فيما يتعلق بهذا الموضوع. لذلك السوداني أراد أن يمسك العصا من الوسط في تعاطيه مع قضية مهمة وأساسية ربما يواجه تداعياتها قريبا. طيب، هنا أيضا ألا يكشف تصريح السوداني عدم ثقته بالقوات الأمنية وبمهنيتها بما يعمها من فساد مستشري في جميع مفاصل المؤسسة الأمنية في العراق؟ نحن لا ننسى أن الذي جاء بالسوداني رئيسا للحكومة العراقية هي معظم الفصائل العراقية التي تدعي المقاومة، لذلك أقول أن السوداني يبقى رهينا بيد هؤلاء الذين يسيطرون على مقدرات الدولة والحكومة والوزارات وأيضا الأوضاع المالية. طيب، إذا كانت هذه الميليشيات والتي تمتلك واجهات سياسية تتحكم بالوزارات وكذلك مؤسسات الدولة، هل تعتقد أن أي خلاف بينها إزاء الوجود الأمريكي داخل العراق سيؤدي إلى تشظي حكومة السوداني؟ نعم، أي مشكلة ربما تنعكس على الوضع السياسي والأمني وأيضا الاعتبار لدى العراقيين. اليوم وأمس واليوم هناك حالة من
القلق والارتباك في بغداد ومدن أخرى بعد أن وضعت بعض الميليشيات أسلحة مقاومة الطائرات في أسلح بعض المدنيين، ما أثار غضب واستنكار هؤلاء، لأن هؤلاء يريدون أن حقيقة يدخل العراق في خانق ربما لا يمكن أن يخرج منه بهذه التصرفات غير المسؤولة. نعم، من عمان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد صبري، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.